تجده يلهو ويلعب مع أصدقائه في هذا المخيم الصيفي. محمود ابن شهيد المسجد الأقصى محمد الشاويش يشارك كغيره من أطفال القدس بالمخيم الصيفي شموع الحرية الذي بدأت فعالياته في كافة أرجاء المدينة منذ هذا اليوم. أنا مشارك بالمخيم عشان أجي ألعب وانبسط. أبوي مات في الحرم شهيد، جاء ألعب وانبسط صغني أو وانبسط كثير مع أصحابي. ويهدف هذا المخيم الذي يضم 5 مخيمات صغيرة والذي تنظمه جمعية شموع القدس وبدعم من اللجنة القطرية الدائمة بالقدس إلى الترفيه عن نفوس الأطفال في فترة العطلة الصيفية المدرسية، وخاصة أبناء الأيتام والشهداء والأسرى، ومنهم من هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. أكثر لعبة بحبها هي البالين المي. نمسك البالين ونعبيهم مي ونضرب بعضنا. بحب ألعب مع أولاد عمي وبيجوا معي لأنهم ساكنين هون بالمخيم. شو بتلعبوا بالمخيم؟ نلعب بزقطة. شو كمان؟ ومي وفتحت الوردة. هي الثوابت الوطنية والأخلاق الحميدة تغرس في نفوس الأطفال المشاركين في هذا المخيم. فعاليات ترفيهية وتعليمية عديدة سيشارك بها الأطفال من غناء وعزف وجولات للأماكن المقدسة في هذه المدينة، بالإضافة إلى فعاليات تهدف إلى الحفاظ على التراث الفلسطيني من خلال الدبكات والرقصات الشعبية المتنوعة. مخيم من ضمن 5 مخيمات صيفية موجودة في القدس، مدعومة من اللجنة القطرية لدعم القدس. اليوم كان الافتتاح وشفنا كيف كان الأطفال مبسوطين وكانوا بحاجة لهي المخيمات اللي تتبناهم وتنمي مواهبهم، وراح يكون هدفنا الرئيسي إن شاء الله بهذه المخيمات لهذه الأمور. تنشط المؤسسات المقدسية الوطنية في المخيمات الصيفية بالفرق الدبكة الشعبية، بالنشاطات الثقافية، بنشاطات ميدانية. ومن هنا اليوم فرقة شموع القدس أنا بعتقد وهذه المؤسسة أبدعت في هذا المخيم بهذا الجمع حوالي 40 إلى 60 طفل مقدسي من أبناء الشهداء والأسرى وأبناء القدس يعني التأقلم مع حياتنا في داخل المدينة والصمود وإرسال رسالة واضحة بأن هذه مدينتنا وإحنا صامدين فيها. هي محاولة لصقل مواهب الأطفال وتنمية إبداعاتهم من جانب، وتثبيت الوجود العربي والهوية الفلسطينية لهذه المدينة من جانب آخر، من خلال إيجاد هذا الحراك الترفيهي لأطفال يعانون مرارة الاحتلال كغيرهم من أبناء القدس المحتلة. إذن بدأت فعاليات المرح واللهو واللعب لأطفال القدس والذين تصدح أصواتهم بانتماءاتهم الوطنية الفلسطينية، وهم بأمس الحاجة لمن يرفه عن أنفسهم في هذه المدينة المحتلة. من مدينة القدس المحتلة، تامر عبيدات.